يحضر بعض الأحيان إلينا نساء ومعهن بعض أطفالهن ويطلبن صدقة إما لمرض أحد أبنائهن أو وفاة ولي أمرهن، ويحضرن بعض الأحيان بشهادة وفاة تبين وفاة ولي الأمر فنعطيهن ما شاء الله. هل تعتبر صدقة فيهن؟ وما حكم إعطائهن ذلكم المال؟ جزاكم الله خيرا. صدقة تعطى للسائل إذا كنتم لا تعرفون حال هؤلاء السائلين وأعطيتمهن بناء على ظاهر الحال فأنتم مأجورون إن شاء الله، والسائل له حق، فإن كان مستحقا فقد بلغت مكانها، وإن كان كاذبا فإن إثمه عليه، إن كان كاذبا فإن إثمه عليه. أما إذا كنتم تعلمون أنه ليس بحاجة وأنه كذاب فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الصدقة، خصوصا الزكاة، إن كانت من الزكاة فإنها لا تجزي لمن تعلم أنه غير مستحق. نعم.